فقال لابنه ما لا يكون لغيره زمانها ولا بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم إلى الشعب الجزائري وأهنئه وأقول له عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى عيد مبارك لجميع الجزائريين، وإن شاء الله عيد كل عام في صحة، ونتمنى إن شاء الله لهنا لبلادنا وتوجور تكون لاباس عليها بلادنا. السلام عليكم، بهذه المناسبة نحيي الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بهذه المناسبة، كل عام هما بخير إن شاء الله، ونعيدوا ونزيدوا ونتمنوا الهنا والسلام لهذه البلاد، ونطلبوا بالمناسبة ثانية نحيي حي السكان أحسن حي على مستوى ولاية برج بارريج، ونتمنوا من السكان باش يحافظوا على هذه الصورة تاع الحي وما يخلوش هذا المال تاع العيد هذه. ونتمنى لهم كل عام وهم بخير ان شاء الله. بمناسبه العيد الاضحى المبارك نتمنى عيد مبارك لكل الامه العربيه والعائله كامل والناس والامه الاسلاميه كل ان شاء الله ربي يتقبل منهم ان شاء الله. وهذه صحة عيدكم، تعيدوا وتزيدوا وعيدكم مبروك. صحة عيدكم، عيدكم عيدكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير.